الرحمن الرحيم، أصدقائنا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله سنريكم طريقة سهلة جدا في صنع شرابة للحمام. هذه الطريقة سهلة، نأخذ قنينتين، الأولى ها هي والثانية ها هي، ونقوم بأخذ هذا. هكذا كانت القنينة، فقمنا بحسكها. هذا لا يهمنا، هذا سنقوم بتقطيع ثقبة هنا وثقبة هنا. ستشاهدون معي كيف ستصنع هذه إلى الآخر، وأتمنى منكم أن تدعمونا بلايك، وإذا كنت من المتتبعين الجدد وأول مرة تشاهد هذه القناة، أدعوك إلى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس لتصل بكل ما هو جديد، وشكرا. ها الشكل أمامكم كيف صار ثقبة من وثقبة منه، ولكن سنقوم بثقب هذه القنينة 4 ثقب لكي يدخل الماء، يخرج الماء ويدخل الهواء. ونحن ثقبنا هذه 4 ثقب، ها هما. الآن ستأخذ هذا ونضعه هنا أمامكم، وسيأخذ الشكل منحة. ها هنا في الأخير هكذا ستكون السقاية، رائع. سنحافظ بهذه الطريقة على الماء للحمام بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أصدقائي الكرام، إذا عجبتكم الفكرة وإذا أعجبكم هذا الفيديو، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي والإعجاب بالفيديو. دمتم في أمان الله ورعايته.